عدد الخريجين للطلبة تقريبا 27% طلبة جامعيين، وكلهم يعانون من موضوع البطالة. برأيك شو من الممكن أن الحكومة تساهم بحل مثل هكذا مشاكل؟ أستاذ، هي الحكومة مين لها تخطيط؟ هي مين لها تخطيط؟ والله وداعتك كل تخطيط ما فيش لد. هم معترفوا بنفسهم، قعدوا طلعوا كل أحزابهم وكل قياداتهم طلعوا وقالوا إحنا فشلنا في إدارة الدولة. هو شلون يعرف بعد يخطط؟ يعني هو التعيين هذا، هاي البطالة اللي خريجين الناس كذا، هم عينوا بالجملة، عينوا مع احترامات للناس اللي بدون شهادة. يعني احنا هم لها حق، هم كل مواطن عراقي له حق على العراق على الوطن، ولكن انا اقول بدون تخطيط بالالاف بالملايين عينوا بدون تخطيط. طبعا هاي الخريجين وين تروح؟ نعم زين، هذا اللي يدرس له 25 سنة 30 سنة يقعد بالبيت؟ والله ما جاي افتهم يا ناس يا عالم. دولة فشلت في تطوير الدولة. اختتم معك بسؤال استاذ ميثم، انتهي معك بسؤال حتى انتقل لاستاذ عبد الامير. ظهر على احد القنوات احد النواب السابقين يذكر انه ملف الكهرباء هو ملف تم افشاله برعاية شركة تتبع لدول خارجية. هل من الممكن ان يكون ملف التربية والتعليم هو مناط بإيرادات خارجية لغرض إفشاله؟ نعم، هذا بالتأكيد أستاذ، والله بالتأكيد، وهم يعلمون يدرون بهذا الأمر. نعم، هاي مقصودة، دول معروفة خارج القطر خارج العراق جاي تأثر بحيث تريد تفشل العلم بالعراق، التطور بالعراق، هذا مقصود. ولكن احنا نعتب على 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 ناسنا وعلى رجال الدوله مالتنا اللي خاضعين وجاي ينفذون لهم. طبعا هم هاي الناس البرة اللي هم مقصودين انهم يدمرون البلد، لها ناس جنود في هذا في العراق جاي ينفذون لهم. استاذ، ما جاي يخلون الشخص المناسب بالمكان المناسب.